بن طالب بشريم المري ومتابعة له بشريم لها في هذا الشوط. شعار الدرعية من فازت بالشوط التاسع في صباح هذا اليوم. المركز الثالث التقدم على ثالث المراكز متابعينا الأعزاء من قبل شرف لسالم بن محمد بن بخيت. بن قحيز المري يتقدم شعار بن قحيز على المركز الثالث. ننتقل إلى المركز الرابع وهنا حشمة تتواصل على رابع المراكز لسالم بن صالح بن مقارح المري، بينما المركز الخامس ومن تتقدم هنا هوايل حمد بن محمد بن سالم الوهيبي. هذا هو نداءنا الأول أيها الأعزاء للخمسة المراكز المتقدمة الأولى، ونويعس على المركز الأول وعلى مقدمة الشوطة. تسلل ممتاز بشعار الدرعية وشعار مضمر الغرن، شعار صال وجال في السباقات وفي كل ميدان. هذا هو تقله نويعس، واليوم نتمنى له التوفيق كما شاهدنا الدرعية. شعار المركز الثاني اللي تتواصل هنا الدوحة أيضا شعار له صولاته وجولاته، هذا هو شعار عبد الهادي بن خليل بن منصور الشهواني على المركز الثاني. ولمحاسن الصدف الشعارين اللي في المركزين الأول والثاني اليوم كل واحد خذ له شوط من أشواط الفترة الصباحية، والبحث جاري عن النقطة الثانية وعن تعزيز الحضور في صباح هذا اليوم. المضمرين والكل يتمنى أيضا إحراز ما يمكن إحرازه من نقاط متقدمة في سن الكبار وسن الحيل. ننتقل إلى المركز الثالث ومن تتواصل على المركز الثالث شرف، تعود ملكيتها لسالم بن محمد بن قحيز المري على المركز الثالث، وشرف أيضا من المرشحات لهذا الشوط. شرف وسجلها الحافل بالإنجازات تتواصل وتتقدم على المركز الثالث وأدائها ممتاز وشكلها أيضا ممتاز. المركز الرابع وهنا حشمة لسالم بن صالح بن مقارح، أيضا أحد الشباب المضمرين الواعدين والمميزين. هذا هو سالم بن صالح بن مقارح يقدم لنا حشمة في هذا الشوط. المركز الخامس ومن تتواصل هنا وتتقدم على المركز الخامس هوايل حمد بن محمد بن سالم الوهيبي، عاني ومتعني للمشاركة من سلطنة عمان الشقيقة. ورحب بكل ضيوفنا الكرام، ورحب بكل الضيوف، ونعود إلى مقدمة الشوط. وهنا نويعس من ترقص على أرضية الميدان بشعار مضمر القرن فيصل بن طالب بن شريم. من فازت فالسلام سيتجه إلى الريان وإلى مدينة الريان وإلى مدينة الريان وإلى مدن الريان، الريان الجديد والقديم. يا سلام، هذه النويعس تحتل المركز الأول وتستعرض قواها أمام المشاركات والمتقدمات في هذا الشوط. المتابعة من أحد الخبراء، أحد المضمرين المميزين له بن طالب بن شريم. بطالب يتابع كل تحركات وكل كبيرة وصغيرة من تحركات النويعس اللي تنطلق، والعصا قوس والآلي محنة تحنيط. المركز الثاني يا سلام، الدوحة تتواصل على المركز الثاني. شعار اليرموك اللي في رصيد هذه السيارات اليرموك وفازت اليوم بشوط من أشواطنا المهمة. هذا هو نفس الشعار تقله الدوحة لعبد الهادي بن خليل بن منصور الشهواني، التضمير مع حمد بن مبارك بن حويل الشهواني على المركز الثاني. يتابعها حمد، يتابع أبو شهاب. المركز الثالث شرف لسالم بن محمد بن بخيت بن قحيز المري، ورابع المراكز ما زالت في حشمة سالم بن صالح بن مقارح. المركز الخامس الوصول والهجوم من هوايل حمد بن محمد بن سالم الوهيبي، وهناك أسامي وشعارات مخيفة يا مضمرين، مخيفة، شعارات تهز الأبدان. ثلاث شعارات قادمات خلف النداء، خلف النداء، لم يحن موعد دخولها وانتظروها في الأمتار القادمة. أعود إلى المعركة الطاحنة على صدارة الشوط وإلى المنافسة المثيرة ما بين النويعس وما بين الدوحة. تنافس مثير جنبا إلى جنب، ورقص صباحي جميل ما بين الشعارات وما بين الأسماء الحاضرات. هذه النويعس ترقص على أرضية الميدان، وأيضا الدوحة تتحرك وتتقدم لتسحب البساط. يا سلام يا سلام، الدوحة تتسلل تتقدم، أو ما زالت النويعس
الحامدة مع الألف ومئتين متر الأخيرة. النويعس 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 وشعار مضمر القرن تتقدم بهذا الشعار الكبير وبهذا الشعار أيضا الغني عن التعريف الذي صار وجال. وأيضا الدوحة 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 لا تكتفي بهذا العرض بل تتقدم بأحد الشعارات الكبيرة أيضا. عبد الهادي بن خليل بن منصور الشهواني من قدم اليرموك وأيضا بشريم قدم اليوم الدرعية الكيلو متر الأخير. يا متابعين المركز الثالث هنا شرف سالم بن محمد بن قحيز ورابع المراكز يصل وينضم شعار بن جرحم الموهوب يصل. يا سلام يصل شعار بن جرحم مع على ظهر صدفة حمد أو حمد بن حسين بن جرحم المري. وأيضا هنا وصول أبناء الرياض يسعدون يصل شعاره على المركز الثالث. هنا القدوم من طموح رياض بن تامر السعدون وانطلقت النويعس انطلقت النويعس. مشاهدينا الأعزاء دون أي تعليمات يا بو يا نويعس يا ابو يا نويعس بعد فوز الدرعية تظفر ايضا نويعس حتى هذه اللحظات بناموس الشوط انطلقت على صوت الجهاز دون اي تعليمات. نويعس نويعس تبدع ويبدع شعار مضمر القرن في هذا اليوم. وايضا طموح تصل وطموح الفوز وايضا هنا صدفة وطموح والنويعس واللحظات الاخيرة. ولكن نويعس والعصا قوس دون اي تعليمات تذكر. الله يا سلام هل تكون النقطة الثانية لهذا الشعار في هذا اليوم؟ إذن سلام يا الريان سلام سلام يا الريان سلام دون أي تعليمة تذكر. ولله درك يا لهوم بن شريم على هذه المسايرة وعلى أعصابك الحديد يا أخوي. تهانينا والناموس لحظات الوصول للمركز الثاني. كان الوصول من طموح لرياض بن ثامر السعدون المركز الثالث صدفة حمد بن حسين بن جرحب المري المركز الرابع. سلام لمحمد بن سلطان بن مرخان الكتبي. هذه المركز الخامس براهين لزايد بن منصور بن غانم السيف الخياري. هذه نتيجتنا مشاهدينا الاعزاء للمراكز الخمسه الاولى. النويعس تختطف المركز الاول وتظفر بناموس الشوط. فتهانينا والناموس لمضمر القرن على هذا الفوز المستحق. وتهانينا ايضا لمن تابع النويعس لهم بطالب بن شريم المري. هذه النويعس والنقطة الثانية تسجل لهذا الشعار في هذا اليوم. أذكر بأن النويعس فازت بناموس الشوط دون أي تعليمات تذكر. هذه النويعس توقيتها 8 دقائق و ثانيتين 70 جزء من الثانية. تهانينا لمتعب بن طالب بن شريم وتهانينا لمضمر القرن وأيضا للهوم. المركز الثاني كان الوصول من طموح توقيتها 8 دقائق 92 جزء من الثانية. تهانينا للرياض بن تامر السعدون المركز الثالث اللي ما قصرت صدفة وتوقيت صدفة 8 دقائق 3 ثواني 12 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك صدفة حمد بن حسين بن جرحب المري. والتهاني أيضا لموهوب المضمرين علي بن حمد بن حسين بن جرحب.